على فكرة صباح، أنا مش عايزك تجيلي هنا اليومين دول. ما أنت بتتأخر عليا، وأنت عارف إن أنا ما أقدرش أستغنى عنك. أنا هبعتلك كل اللي أنت محتاجاه له مع خميس، هيجيلك كل يوم. طيب ما فيش حاجة دلوقتي. أنت مجنونة ولا إيه؟ ما أقدرش أشيل الحاجات دي عندي في البيت أبدا. مين ده؟ خليكي زي ما أنت، ما تتحركيش لغاية لما أشوف مين على الباب. هتعمل ايه في المصيبه اللي انت فيها دي دلوقتي؟ مش عارف، لكن هدور ورا عزيزه نور واشوف ايه اللي جابها ورايا. طب يلا قوم خد لك حمام سخن واحلى دقنك على ما حضر لك لقمه تاكل، وبعدين نبقى نفكر هنعمل ايه. يلا. نفسي انا مشاوي، نفسي. ما تخافش يا احمد، هتنام لما تشبع. Thank you.
قلبا في الحمام.